وضع شاشة تلفاز داخل مسجد وعرض عليه أحاديث وفيديوهات دينية بين الصلوات. أرجو إذا كان الموضوع منضبطا لا تشوبه مخالفات شرعية وليس فيه تشويش على المصلين في أوقات الصلوات، أرجو أن لا حرج في هذا، لكن أحب أن تخصص في المسجد صالة لمثل هذه الأنشطة، لأن المسجد غالبا لا يخلو من مصل، من تال للقرآن، من عاكف ونحوه، فلا ينبغي أن يشوش على هؤلاء بأصوات تلفاز عالية حتى وإن كانت بمحتوى جميل وبمحتوى هادف. أحب أن تخصص صالة ملحقة بالمسجد تعرض فيها هذه الأنشطة، ويبقى للمسجد وقاره، ويبقى للمترددين عليه راحتهم وتمتعهم بمناجاة الله عز وجل بغير تشويش ولا اضطراب.